عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. رمضان مبارك سعيد على الجميع. الله يحفظ سيدنا في هذا اليوم المبارك. وكنشكر جمعية المسيرة الخضراء للأجيال الصاعدة على هذا الباب اللي فتحته لنا في المعرض الافتراضي، وسمته بواحد السمية اللي قليل اللي كان كيعرفها شي واحد، هي سمية حلالة. حلالة هي واحد الورطة بمدينة القنيطرة مشهورة بها. وشكرا بزاف لهاد الجمعية، وحاليا كنشكرهم على الاسم اللي عطاوني لهاد المعرض، سميتو سفينة الفن، اللي مراكبين فيها عدة فنانة. وكنشكر هاد الفنانة لأنهم كنا مشينا لواحد السفينة اللي تجمعنا فيها، وعطينا جميع اللوحات، وكل واحد عطى في الإبداع ديالو، وجزاهم الله خيرا. وكنشكر حتى الفنانة، وكنشكر كل شيء اللي تعاون معنا في هذا الشيء اللي كنديرو. شكرا وجزاكم الله خيرا.